تتحقق الأحلام إن عشنا لها، والأمنيات لسعينا تشتاق، تحلو الحياة بنا ويزهر غرسنا بالحب، نعطي للعطاء مذاق، فرص العطاء كثيرة أبوابها، والخير مولود له عشاق، لن يتقن الأعمال إلا مخلص متبسم متفائل سباق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم شيماء عادل من تيم علوم بشكل جديد. هكمل معاكم شرح كاركتر اوف ألجي. المرة اللي فاتت عرفنا الأشكال المحتمل وجودها في الطحالب، يعني الطحالب ممكن تكون موجودة بأشكال مختلفة، عرفنا الأشكال دي ممكن تكون ايه. النهاردة هتكلم عن ecology of algae، يعني البيئات اللي بتكون موجودة فيها. زي ايه؟ يعني ممكن تكون الطحالب دي موجودة في aquatic، يعني مكان بيئة مائية، او ممكن تكون terrestrial او تكون endophytic. ده اللي ممكن يخطر على بالنا لما نيجي مثلا نقول الطحالب ممكن تعيش في بيئة زي ايه، يا اما اكواتيك او تيرستيريال او اندوفيتيك. بس هل دي كل البيئة انواع البيئات اللي الطحالب بتعيش فيها؟ لا، الاكواتيك دي ممكن تكون فريش ووتر او سولت ووتر، يعني مية عذبة او مية ملحة. طيب هي هتكون موجودة في المية بشكل واحد ولا باشكال مختلفة؟ هتكون موجودة في المية، يا إما تكون free floating، يعني تكون عايمة على وش المية كده، أو free swimming، أو تكون attached بالبطن بتاع المية، يعني تكون ملتصقة بحاجة كده في المية من تحت. لو هي terrestrial بقى، يعني هي بتنمو في moist soil surface، ولازم تكون moist soil، يعني لازم تكون بيئة رطبة كده علشان تقدر تنمو، لان احنا عارفين ان الطحالب اصلا علشان تنمو هي محتاجة ضوء ومحتاجة ووتر، محتاجة مكان رطب ومحتاجة شمس علشان تقدر تنمو، غير كده مش هتنمو. لو هي بقى اندوفيتك، بتعيش في بيئة اندوفيتك، معناها ان هي بتعيش جوه نبات، يعني بتعمل سيمبيوتك ريليشنشيب with higher plant. دي كده الايكولوجي الهابيتات المحتملة بتاعت الالجي. بس دي مش كلها، نشوف الانواع كلها. according to the habitat algae may be classified as، ممكن تكون aquatic او terrestrial او aerophyte او cryophyte او thermophyte او algae of unusual habitat. يعني ايه الكلام ده؟ احنا لسه عارفين aquatic و terrestrial وفي كانت endophytic. طيب نعرف بقى بالتفصيل كل واحدة ايه. هو كلام بسيط جدا. الاكواتيك معناها ان هي بتعيش في طحالب مائية، يعني بتعيش في المية، فهي ليها حالتين لو هي موجودة في المية، اما تكون submerged او free floating. submerged معناها ان هي بتكون مغمورة في المية كليا بالمنظر ده كده، دي كده submerged. لو هي free floating هتبقى عايمة على وش المية. طيب النوع التاني ايه؟ اللي هو terrestrial. دي لازم السويل سيرفيس اللي هتكون ما هتعيش فيها لازم يكون فيها مية. السويل دي كده موجودة فيها مية اهي، مادام في المية موجودة واللايت موجود يبقى خلاص الطحالب هتنمو. بعد كده في الايروفايت. الايروفايت دي معناها الطحالب اللي بتكون اريال، يعني بتكون متعلقة في الهواء، ممكن بقى تكون على شجر زي المنظر ده كده، او تكون على حائط. في مثلا حوائط احنا بنشوفها كده في زي الاراضي الزراعية، لما بيكون الحوائط دي بيكون عليها مية، بنلاقي عليها حاجات لونها اخضر كده، دي عبارة عن طحالب. الطحالب لما لقيت البيئة المناسبة بتاعتها اللي هو وجود الووتر ووجود اللايت، قدرت ان هي تنمو على الاماكن دي. بعد كده النوع اللي بعد كده اللي هو الكريوفايت. دي طحالب بتكون موجودة على الجبال، وبتكون covered with snow، بتكون متغطية بالثلوج زي المناظر دي كده، هي ملهاش غير كده ان هي تكون عايشة على الجبل وبتكون متغطية بالثلج. بعد كده الثيرموفايت.
من اسمها ان هي بتنمو في هوت سبرينج ات هاي تمبريتشر. دي طحالب بقى بتعيش في درجات حرارة عالية جدا. سبحان الله، هو كل نوع بيكون عنده حاجة تقدر تخليه يتكيف مع الظروف دي. يعني دي درجة حرارة مرتفعة جدا بس هي قادرة ان هي تعيش وتتكيف معاها. اللي بعد كده اللي هي algae of unusual habitats، دي بقى فيها كذا حاجة. ممكن تكون هالوفيتك algae، يعني بتعيش في saline water، يعني مية مالحة فيها high concentration من الصلد عالية جدا، يعني ملوحة عالية جدا، هي تقدر تتحملها. بعد كده بقى في الليثيوفيتك algae، دي عبارة عن algae بتنمو على الموست روكس، على الصخور الرطبة. اهو لازم يكون في مية في الموضوع علشان تقدر تنمو. بعد كده في بقى مصطلحات كده شبه بعضها، قريبة من بعضها. في حاجة اسمها ابيفيتك algae وابيزوك algae وفي اندوزوك algae، ولسه قليل من شوية كان في اندوفيتك algae. يعني اندوفيتك وابيفيتك وفي ابيزوك واندوزوك، معناها ايه؟ اصلا فايت معناها بلانت وزوك معناها انيمال، فكده خلاص احنا يعتبر عارفين معناها ايه ابيفيتك او ابيزوك algae. الابيفيتك algae معناها ان دي طحالب grow on the aquatic plant، يعني طحالب بتنمو على النباتات المائية. طيب الاندوفيتك، اندو معناها بداخل جوه، يعني طحالب بتنمو جوه النباتات المائية. الابيزويك والاندوزويك زيهم بالظبط، ابيزويك معناها ان دي طحالب بتنمو على الحيوانات، على الشيل بتاعة الملاصقة عموما اللي هي الصدفات بتاعتها. طيب الاندوزويك معناها ان هي في الطحالب دي بتعيش انسايد، يعني جوه الجسم بتاع الاكواتيك انيمال جواهم. بعد كده بقى في البارازيتك الجي، دي معناها ان دي طحالب اصلا بتتغذى على الليفنج اورجانيزم، لازم تكون ليفنج، لان هي لو ديد اورجانيزم هتكون سابروفايت مش بارازايت. تمام، يبقى بارازايت معناها ان هي بتتغذى على الليفنج اورجانيزم، يعني على الكائنات الحية. في بقى اللي هو السيمبيوتيك الجي، دي عبارة عن طحالب بتعمل علاقة تكافلية كده، بتعمل تبادل منفعة بمعنى اصح مع الاذر بلانت. زي ايه؟ زي مثلا في علاقة بين الطحلب وبين الفطر. الطحلب مثلا بيصنع الغذاء لان هو عنده كلوروفيل، الفطر ما يقدرش يصنع الغذاء. طب يعمل ايه؟ الفطر بياخد الغذاء ده من الطحلب، يعني الطحلب بيصنع الغذاء والفطر ياخد الغذاء ده ياكله. طيب كده الفطر كده الطحلب استفاد ايه؟ الطحلب استفاد ان الفطر بيسحب المية والاملاح من التربة ويديها للطحلب، الفطر يسحب مية وملح يديها للطحلب، والطحلب يصنع الغذاء، الفطر ياخد الغذاء ده، وهكذا. دي كده كانت الالجي اوف انيوجوال هابيتات. عندي دي مثلا، دي الطحالب اللي بتنمو على ايبيزوك، يعني بتنمو على سطح الكائنات الحية اللي هي الانيمال، ودي اللي بتنمو في النباتات المائية، ودي اللي هي زي علاقة تكافلية برضو كده. دي كانت بس مجرد أمثلة عن الهابيتات بتاعة الألجي. إن شاء الله المرة الجاية هتكلم عن الريبرودكشن بتاع الألجي، وهناخد أنواع اللايف سايكل بتاعتها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتحقق الأحلام إن عشنا لها، والأمنيات لسعينا تشتاق، تحلو الحياة بنا ويزهر غرسنا، بالحب نعطي للعطاء مذاق، فرص العطاء كثيرة أبوابها، والخير مولود له عشاق لن يتقن الأعمال إلا مخلص متبسم متفائل سباق.